ثم جزر الهاني زيت وبصل، نحمسه شوية لحد ما يقبل. خلي الجزر ونحمس، فلفل أسود 7 بهارات، كاري نحمس، شوية ملح. هنا نحط اللهانة أو الملفوف ونحمس كل الزين. الشغل التمن جزر لهانة بالحمس، حمس كل الزين. نحط الرز ونحمس الرز، نخلطه كل الزين. وهسه نخلي المي، والمي كلكم تعرفون القياس لحد ما يغطي الرز. شوفوا لحد ما غطى الرز، بس نغطي ونخليه لحد ما يتهدر. بعد ما تصفى 3/4 الماي نسكره، و20 دقيقة واقدمه. وهذا تم من جزر لهان البخار. شوفوا شلونه محلاه ونكري ونكري. هسه راح نصبه. أو هذا تمن الجزر لهانا يجنن، وإن شاء الله يعجبكم. وعلينا وعليكم بألف عافية.